السلام عليكم، معكم دكتورة سناء متاح، اختصاصي في أمراض الجهاز الهضمي الكبد والبواسير. الوغ اليوم غادي نهضر مع الناس اللي باغيين يزيدوا في الوزن واللي ما عرفوش علاش عندهم مشكلة النحافة واللي ما قادرينش يزيدوا في الوزن. داكوغ، دونك ديجا باش نعرفوا ديفينيسيون ولا التعريف ديال النحافة، خصو يكون عندنا واحد لانديس دو ماس كوربوريل، واحد المعيار اللي كيساوي الوزن ديالنا مقسوم على لاطاي ديالنا وكاري، لاطاي ديالنا أوس إتنان خصو يكون قل من 18. عاد كنهضرو على النحافة، الأسباب ديالها ثلاثة. كاين أسباب جينية، كيقول لك أنا عائلتي كاملة ضعف ناقصين في الوزن، دونك امبوسيبل أن نزيد في الوزن. هي نسبة اللي كتأثر ولكن ماشي دائما، باسكو كاين جينات اللي كيلعبو، سورتو كيلعبو في توزيع الدهون. يعني كاين اللي كتلقى عندو الوزن سورتو كيغلط، الدهون كتراكم عندو في الدراع ديالو، كاين اللي كتراكم عندو في البطن ديالو، كاين اللي كتراكم عندو في الأرداف ديالو. دونك كل واحد والشكل ديالو، ولا فاتح الشهية، يعني الشهية مفتوحة ولا مفتوحاش، هادو الجينات فين كيخدمو. تاني حاجة هي العامل البيئي، العامل البيئي بحالاش، باسكو غناخدو جوج وليدات باغ اكزومبل توأم، وغنحطوهم كل واحد في بيئة مختلفة، وخا هما راه توأم عندهم نفس الجينات ولكن البيئة ديالهم كتلعب عليهم، ما غاديش يكون عندهم نفس الوزن، ما غاديش يكون بحال بحال. ثالث حاجة هي العامل يعني الشخصي، نمط العيش ديال كل واحد. نمط العيش كيلعب دور كبير بزاف، طريقة الأكل، طريقة النوم، واش كيدير رياضة ولا ما كيديرهاش، وهذا الشيء كيلعب بزاف على الوزن ديالو، واش ناقص واش ما ناقصش. داكوغ، دونك هادو بالنسبة للأسباب. أهم حاجة في الناس اللي عندهم النحافة هي أنهم يتأكدوا بأن بعدا ما عندهمش أمراض عضوية، هي الأولى، باسكو الأمراض العضوية هي بلوز امبوغتونت وخصها تتداوى باش يتداوى من بعد مشكل النحافة. بحال هاد الأمراض العضوية، بحال الهيبرتيرويدي، الغدة الدرقية، مشكل الغدة الدرقية كيكون الإفرازات ديال هرمونات الغدة الدرقية طالع، دونك سيستيماتيكمون الوزن متيتزادش. تاني حاجة مشاكل الامتصاص، مشاكل الامتصاص يعني أي حاجة كناكلوها مكتمتصش عندنا في الأمعاء ديالنا، يا اما لا مالدي سيلر بحال حساسيه الجلوتين تخلي المريض ديما ضعيف، يا اما كرون، يا اما اكساج، هادو امراض تقرحيه التهابيه ديال الامعاء اللي تتخلي الواحد ما تيتزادش في الوزن، باسكو اي حاجه فيها ما كتمتصش وما كيستافدش منها. ثالث حاجه هي الناس اللي عندهم السكري من النوع الاول اللي كيجي في اناج اللي بكري، داكوغ، كيكون مشكل ديال الانسولين، دونك حتى هما ما تيتزادوش في الوزن. رابع حاجه هي الناس اللي عندهم الديدان المعويه، خصهم ديما يقلبوا عليهم، دونك يكون عندهم ديما الم في البطن، تيكون عندهم واخا كياكلوا ما تيبانش فيهم، وتيجوعوا دغيا، دغيا كيجيهم الجوع ما تيحسوش بالشبعه. فوالا، دونك هادو الناس اللي خصنا نقلبوا لهم على الديدان المعويه. ثالث حاجه الناس اللي كيكونسوموا الكافيين بزاف، دونك قهوه اتاي بزاف ولوندا جورنين هكا ما تيشربوها ما تيزادوش في الوزن. الناس اللي كيكونسوميو النيكوتين دونك تيكميو بزاف ما تيزادوش في الوزن. الناس اللي كيكون عندهم ضغط نفسي حتى هما غالبا تيأثر عليهم باش ما كيتزادوش في الوزن. دونك هادشي بالنسبه للمشاكل ولا الاسباب اللي قلنا العضويه اللي خصنا نقلبوا عليها قبل ما ندوزوا للحويجات اللي يمكننا نديروهم باش نزادوا في الوزن، ا كونديسيون بشرط ان يكون عندنا كلشي هادشي الاخر مزيان. دونك الحويجات اللي يمكننا نديروها باش نفهموا ديجا باش نزاد في الوزن، حيت عندنا بزاف ديال لي زيدي روسو، الافكار اللي مغلوطين اللي تيقول فيها وتزيد الوزن، سير كل باتيسري، سير كل شوكولا، سير كل الحلوه، سير كل لي غاطو، راه غتزاد في الوزن. وي راه تقدر تزاد في الوزن، ولكن غتزاد في الشحمه، غتزاد في الدهون، غتزاد في داكشي اللي ما زوينش، ما خايب، داكوغ، وغتزاد حتى في الامراض، غادي يجيك سكر، غادي يجوك امراض اللي بعيد عليهم نتايا وبعيدين عليك، داكوغ. دونك ملي كنبغيو نزيدو في الوزن خصنا نزيدو في الوزن بطريقه معقوله وطريقه صحيه، داكوغ. دونك خصنا نزيدو في العضلات، ما نزيدوش في الدهون. اهم حاجه ليدي اللي خصها تكون معروفه هي شنو خصنا ناكلو. خصنا ناكلو النشويات والدهون هي الاولى، اول حاجه خصنا نكونسوميوها هي اللي كتخلينا نزيدو في الوزن. عاد من بعد كناكلو البروتينات اللي كتخلينا ننميو العضل ديالنا، باسكو كما قلنا خصنا نزيدو في العضل، ما نزيدوش في الدهون في الترهلات وفي داكشي اللي ما كيفيدناش. نشويات الدهون كونتر لو ريجيم سيتوجين، الناس اللي ياخذوا اللي كيديروا الريجيم كيتو تعرفوا بانهم ملي تيحيدوا النشويات والدهون تينقصوا في الوزن. حنا العكس اللي بغينا نديرو، دونك خصنا نعوضوا ناخذوا النشويات والدهون. شنو خصنا نديرو؟ اهم حاجه هما كما قلت السكريات نبعدوا عليها، باسكو كتفقدنا الشهيه ما تخليناش ناكلو، دونك سيستيماتيكمون ملي خصنا ناكلو الحويجات المهمه تلقاو راسنا شبعانين. ثاني حاجه الناس اللي كيشربوا الماء في وسط الماكله ولا قبل من الماكله سي اون موفيز شوز، خصو كيضعفوا بالعكس، دونك من الاحسن انهم يحبسوا هذه القاعده هذه، ما يبقاوش يشربوا في وسط الماكله. شنو خصنا نديرو؟ خصنا ملي ناكلو 5 مرات في النهار ديال الحويجات اللي فيهم سعرات حراريه عاليه، كل ما كلينا لي كالوري بزاف كل ما كنزادوا في الوزن. داكا بحالاش هاد لي كالوري؟ تقول لي اصلا الناس اللي عندهم نقص في الوزن كيكون عندهم مشكل، تيقول لك انا كناكل غير شويه تنحس براسي شبعان باسكو المعده صغيره وكلشي صغير. هي اش كيقول لك؟ اون جينيرال تيقول لك لابيتي فيان اون مانجون، ابيتي كوا لابيتي فيان اون مانجون، بلوس كتاكل بلوس تو انفي باش تاكل، بلوس المعده كتكبر بلوس الوزن كيتزاد بلوس كتجينا الرغبه اننا ناكلو. دونك
خصنا ناكلو بشويه بشويه دي بيتي كانتيتي مي بلوزور روبا يعني 5 6 مرات في النهار اللي تكون غنيه بالسعرات. ما قدرتيش تاكل كيقول كل السعرات ما قدرتيش تاكلها شرب السعرات بحالاش باسكو واحد غادي يجي يقول لي انا كليت التفاحه وقفات لي هنا ولا انا كليت بنانه وقفات لي ما قدرتش نصيطها شبعت حسيت براسي شبعان وي تقدر دير لك هذا المشكل. دونك واش غدير تاخذ 3 ديال البنانات ولا 4 ديال التفاحات وغطحنهم غتزيد عليهم الحليب كامل الدسم ديال شويه الا ما كانش عندك مشكل ديال الحساسيه ديال اللاكتوز ومشكل ديال الامعاء ولا مشكل ديال يعني لانتوليرانس ديال هذه المواد هذه الالبان. كل ما كونسوميتيها كل ما كانت مزيان باسكو هي غنيه بالدهون وغنيه بالبروتينات اللي مفيده اللي كتزيد في الوزن انفي فوالا. دونك نطحنوهم ونزيدو عليهم المكسرات نزيدو لهم اهم حاجه بحال السمسم الزجلان بحال الكاوكاو مهم جدا وكيزيد في الوزن بطريقه كبيره بزاف بحال القرقاع بحال زائد الفواكه المجففه بحال الشريحه بحال التمر مجفف بحال الفواكه كامله كيوي مجفف كلشي داكشي اللي كيكون مكرم ونطحنو ونبداو ناكلو ناخذوه كم كولاسيون يعني ما بين الفطور والغدا ما بين الغدا والعشاء. فوالا هادشي كيكون غني بالسعرات اللي كنقدروا نشربو باسكو ما غاديش نضرو ما غاديش ناكلو تيكون فريمون غني واللي كيزيدنا في الوزن. باش نعرفوا بان الزياده في الوزن ما يمكنش نديروا هادشي سيمانه ولا يومين ونقولوا فوالا اش ما زدتش الوزن. هادشي خصو استمرار يخصو مده طويله. اهم ثاني حاجه اللي خصنا نديروها من غير الاكل ومن غير هذه الطريقه ديال الاكل هي الرياضه. الرياضه بزاف تيقول لك انا ضعيف ما نزيدش ندير الرياضه باسكو الا درت الرياضه غنزيد معاف. نو سي با لو سي با ليدي. هي المهم في الرياضه هي انك دير تنمي العضلات ديالك. دونك غدير الرياضه اللي كتقوي العضلات اللي كتدير الرونفورسمون موسكولير داكوغ باش نزيدو في العضل. ما عندناش غير نزيدو في الدهون ما عندنا غرض اننا نزيدو في العضلات. كون جو دي العضلات راه ماشي هي كامل الاجسام راه هي العضلات اللي كتكون على حسب الجنس ديال كل واحد. ثالث حاجه هي النوم. نوم نعس مزيان. كون جو دي النوم النوم يكون جيد يكون في الليل ماشي في النهار باسكو مهم جدا. النوم بالليل كيخلينا نفرزو هرمون النمو. هرمون النمو مهم جدا للعضلات بناء العضلات مهم جدا النمو ديالنا مهم جدا اننا نزيدو في الوزن. افراز هرمون التستوستيرون حتى هو مهم جدا باش نزادو في الوزن وباش تزاد لنا النسبه العضل ديالنا داكوغ. رابع حاجه الناس اللي ما كيقدروش ياكلوا هادشي كامل اللي هدرت عليه يدوصا ممكن نزيدو مكملات ما فيها باس ما كاينش مشكل. مكملات بحال سبيرولين بحال البروتيين بحال الكرياتين بيان سور ا كونديسيون ما يكونش عندهم مشاكل وحده اخرى في اجهزه وحده اخرى داكوغ. دونك هي يكونسوموا هاد المكملات ياخذوا يعني ادويه ولا اعشاب اللي كتفتح الشهيه بحال الحلبه بحال البيسانلي بحال الجنجبر سنجبير بحال الزعتر. هادو حوايج اللي كلهم يضيفوه الماك ديالهم اللي كيفتح لهم الشهيه وكيخليهم ياكلوا اكثر ودوبليو لي غاسيون ديالهم حيت لو بوت هو اننا ندوبليو لي غاسيون كما قلت باش كتفتح لنا الشهيه باش كنوليو ناكلوا اكثر. ثاني حاجه ثالث حاجه واخر حاجه هي اننا خصنا نبعدوا على كاع الاعشاب اللي كتقدر تضر بينا بحالاش بحال الدردك. كنسمع الناس بزاف اللي تياخذوا الدردك باش يغلطوا ولا تياخذوا الادويه اللي كتغلط بحال الكورتيزون سا سي تري غراف. دونك خصنا نبعدوا منهم باسكو هما كيبينوا باننا كنزيدوا في الوزن. هما ماشي كنزيدوا في الوزن كيتنفخوا المريض كيتنفخ ماشي كيزيد في الوزن وكيضر اعضاء اخرى وكيجيب امراض اخرى خصنا نبعدوا عليهم بالما فوالا. دونك غوسو مودو هادشي كامل فيما يخص الزياده في الوزن. ما اهم حاجه هي الاستمراريه والواحد ما يملش وبشويه بشويه كتبان النتيجه.